ربما أنك تتساءل لماذا ذهبت إلى التباديل والتوافيق في قائمة الاحتمال، وأنا أعتقد أنك سوف تتعلم السبب في هذا الفيديو. دعونا نقول أنني أريد معرفة احتمال. حسنا، سألقي قطعة نقد 8 مرات، وهذه القطعة منتظمة، وأريد معرفة ما احتمال الحصول على بالضبط 3 من أصل 8 وجوه. إذن أقول 3 تقسيم 8 وجوه، لكن 3 رميات سوف تكون وجوه والبقية سوف تكون خلف، فكيف يمكنني التفكير في ذلك؟ حسنا، دعونا نرجع إلى أحد التعاريف السابقة التي استخدمناها للاحتمال. كما قلنا، احتمال أي شيء يحدث. احتمال أي شيء يحدث هو احتمال عدد الحوادث المتساوية الاحتمال، احتمال عدد الحوادث المتساوية الاحتمال، والتي تفيدنا بأنها صحيحة، والتي هي عدد الحوادث. سأخمن عدد المحاولات أو الحالات التي تعطينا 3 وجوه بالضبط. إذا 3 وجوه بالضبط، لم نقل أكثر من 3 وجوه. إذا 4 وجوه لا نحسب، وجهين لا نحسبهم، كذلك 5 وجوه لا نحسب، فقط 3 وجوه. ومن ثم تقسيم مجموع عدد المحاولات، مجموع عدد المحاولات المتساويات الاحتمالية، أو ليست المحاولات بل مجموع عدد النتائج الممكنة بالتساوي. يجب علي استخدام كلمة نتائج، وذلك فقط مع كلمة النتائج يجب أن يكون العدد الإجمالي للنتائج التي قلنا أنها تحدث. إذا حصلنا على 3 وجوه، تقسيم مجموع النتائج المحتملة. لذا دعونا نكتب الجزء السفلي أولا. إذا الجزء السفلي الذي أشير سأكتبه أولا. ما هي جميع النتائج المحتملة؟ ما هي جميع النتائج المحتملة إذا ألقيت قطعة نقد منتظمة 8 مرات؟ حسنا، في المرة الأولى التي أرمي فيها القطعة أحصل إما على وجه أو خلف، إذا أحصل على نتيجتين، وعندما أقذفها مرة أخرى أحصل على 2 أكثر عن المرة الثانية. ومن ثم كم عدد النتائج الإجمالية؟ حسنا، هذه 2 ضرب 2 لأنني حصلت على 2 في المرة الأولى، كذلك 2 من الرمية الثانية. ومن ثم أساسا سنضاعف 2 بقدر عدد الرميات. هنا 5 6 7 8، هذا يساوي 2 أس 8. إذا 2 للقوة 8، إذا عدد النتائج سيكون 2 أس العدد الكلي للرميات. أتمنى أن يكون هذا واضحا بالنسبة لك. يمكنك إعادة مشاهدة الجزء السابق من الفيديو إذا أردت، لكن هذا هو الجزء السهل. إذا هناك 2 قوة 8 نتيجة محتملة. عندما تقذف قطعة نقد منتظمة 8 مرات، إذا كم من هذه النتائج سوف ينتج بالضبط 3 وجوه؟ حسنا، دعونا نفكر بهذه الطريقة. دعونا نعطي اسم لكل رمية لدينا. إذا لنعطي اسم لهم، اسمحوا لي عمل عمود صغير وسوف نسميه الرميات. هذا هو عمود الرميات لدي، يمكنني تسميته أي شيء، سأسميهم هكذا. حسنا، سأحتاج إلى 6 أسماء أكثر، لكن يمكنني تسميتها الأقزام 7 أو الأقزام 8، لأن لدي 8 رميات. هذه مجرد تسمية، سوف أرقم الرميات 1 2 3 4 5 6 7 8. سأرجع إلى الاحتمال. أساساً أحتاج فقط اختيار 3 من هذه الرميات التي ستكون نتيجتها وجوه. طريقة أخرى للتفكير به أن هذه ستكون 8 أشخاص، ويمكنني اختيار أي من هذه، أو كم عدد الطرق التي تمكنني من اختيار 3 من هؤلاء الناس لوضعهم في السيارة، أو كم عدد الطرق التي تمكنني من اختيار 3 من هؤلاء الأشخاص للجلوس على الكراسي. لا يهمني الترتيب عند اختياري لهم، لا يهم إذا قلت الأشخاص الذين حصلت عليهم
في السيارة سيكون 1 2 3، أو إذا قلت 3 2 1، إذا كلها نفس التوافيق، صحيح؟ وبالمثل إذا اخترت فقط الرميات، ويجب أن أقول حسنا 3 من هذه الرميات سيحصلون على وجوه، أو الأشخاص في السيارة، أو هؤلاء الجالسين. لا أريد أن أحيرك كثيرا، لكن أساسا فقط سأختار 3 أشياء من أصل 8. إنني أقول أساسا كم عدد التوافيق التي أحصل عليها، حيث سأختار 3 من أصل 8. ويجب علينا الانتباه إلى أننا نقول من أصل 8 أشياء سنختار منها 3. إذا كم توافيق الثلاثة التي يمكننا اختيارها من أصل 8؟ وهذا سنمضي به حتى آخر الفيديو. دعونا نعمل هذه الصيغة أولا. دعوني أكتب هذه الصيغة في الأعلى هنا لتستطيع تذكرها، لكن سأعطيك أيضا رموز مرة أخرى لهذه الصيغة. بشكل عام إذا قلنا إن فوق كي، إن فوق كي، فإنها تساوي مضروب إن تقسيم مضروب كي ضرب مضروب إن ناقص كي. إذا في هذه الحالة التي لدينا فإنها تساوي مضروب 8 تقسيم مضروب 3 ضرب ماذا؟ ضرب 8 ناقص كي، إذا ضرب مضروب 5، أو بطريقة أخرى لكتابة هذه ستكون 8 ضرب 7 ضرب 6 ضرب 5 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1 تقسيم، سأكتب فقط مضروب 3 للمرة الثانية، ثم ضرب 5 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1. وبالطبع هذا وهذا يلغون بعضهم البعض، وكل ما بقي لديك 8 ضرب 7 ضرب 6 تقسيم مضروب 3. وقد فعلت هذا لسبب، لأنني أريدك أن تعيد الحصول على توضيح على الأقل لهذا الجزء من الصيغة. إذا هذا هو الجزء. هذا بالأساس يقول كم التباديل التي يمكنني، أو بكم طريقة يمكنني أن أختار 3 أشياء من أصل 8. حسنا، قبل أن أختار أي شيء أستطيع اختيار 1 من 8، ومن ثم لدي 7 بقيت لكي أختار منهم للمركز الثاني، ومن ثم لدي 6 بقيت لكي أختار منهم للمركز الثالث، وهذا أساسا هو عدد التباديل. لكن نظرا لأننا لا نهتم بترتيب ما سنختاره منهم، إذا نحتاج أن نقسمهم على عدد الطرق التي تمكننا من إعادة تنظيم الـ3 أشياء، وهذا هو المكان الذي أتت منه مضروب 3. وعليه أتمنى ألا أكون حيرتك، لكن إذا حصل معك فيمكنك أن ترجع إلى صيغة معامل ذي الحدين، إنها جيدة حيث أنها تعطي توضيح، ومن ثم سنرجع إلى هذه النقطة فقط لحساب هذا. حسنا، إذا 8 ضرب 7 ضرب 6 تقسيم مضروب 3، أي 3 ضرب 2 ضرب 1 ويساوي 6، ومن ثم 6 تلغى مع بعضها، بقي 8 ضرب 7، إذا لدينا هنا 8 ضرب 7، إذا 8 ضرب 7 وتساوي 56، إذا هناك 56 طريقة مختلفة لاختيار 3 أشياء من أصل 8، أو إذا كان لدي 8 أشخاص فهناك 56 طريقة لاختيار 3 أشخاص ليجلسوا في السيارة أو لأي غرض آخر اخترتهم له. لكن إذا كان لدي 8 رميات فهناك 56 طريقة لاختيار 3 من هؤلاء لتكون وجوه. دعونا نرجع للسؤال الأصلي، ما هو احتمال حصولي على 3 من أصل 8 وجوه؟ حسناً، هو عدد الطرق التي أستطيع من خلالها اختيار 3 من هؤلاء الـ8. هذه تساوي 56 تقسيم العدد الإجمالي للنتائج. العدد الإجمالي للنتائج هو 2 قوة 8. طريقة أخرى يمكن أن أكتب 56، دعوني أعيد فصلها إلى 8 ضرب 7 تقسيم 2 قوة 8. كذلك 8 هي 2 قوة 3، اسمحوا لي مسح بعض من هذا، ليس بهذا اللون.
دعوني أمحو هذا. سأمسح كل هذا أيضا لأحصل على الفراغ المناسب، وكذلك سوف أغير اللون من أجل التنويع. سأستخدم القلم الصغير. حسنا، سأرجع. إذا 8 هي نفس الشيء، مثل 2 قوة 3 ضرب 7. كل هذا فقط عبارة عن تبسيطات رياضية لكنها مفيدة. تقسيم 2 قوة 8، وبالتالي إذا قسمنا فقط كلا الطرفين البسط والمقام على 2 قوة 3، هذا يصبح 1، وهذا يصبح 2 قوة 5. إذا يصبح 7 تقسيم 2 قوة 5 تساوي 32. إذا 7 تقسيم 32، 7 تقسيم 32. هل هذا صحيح؟ لذا إذا اخترنا 3 من أصل 8، أجل أعتقد أن هذا صحيح. حسنا، إلى ماذا يتحول هذا؟ اسمحوا لي بإحضار آلتي الحاسبة لنعمل هذه العملية البسيطة لنرى. يبدو أن آلتي الحاسبة قد اختفت، اسمحوا لي أن أحصل عليها مرة أخرى. ها هي، أجل، إذا 7 تقسيم 32 تساوي 0.21875، إذا تساوي 0.21875، والتي تساوي 21. كما تعلم إذا أردت تدويرها تقريبا 21.9%، فرصة، هذا أفضل قليلا من 1 إلى 5 فرص حصلت عليهم بالضبط 3 من أصل 8 رميات كوجوه. أتمنى ألا أكون قد أربكتك، والآن يمكنك تطبيق هذا إلى حد كبير لأي شيء. يمكنك القول ما هو احتمال الحصول إذا ألقيت قطعة نقد منتظمة، الحصول بالضبط على 7 من أصل 8 وجوه، أو يمكنك القول ما هو احتمال الحصول على 2 من أصل 100 وجه، ويمكنك أن تستخدم بالضبط نفس الطريقة التي عملناها لهذا السؤال. سأراكم في الفيديو التالي، إلى اللقاء.